انا اساس في هذه الزنقه هذه، كندير سيكوريتي في هذه الزنقه هذه، وكنعرف على هذا السيد هذا الله يعمرها دار. بصراحه كان الراجل طيب معنا وداك الشيء بخير وعلى خير، كيدوز بينا وبينه السلام السلام، وراه دير لي البال عني حتى هنايا. وتفاجات في واحد النهار اليوم في الصباح، تجيت اليوم في الصباح عند السيد صاحبي اللي كان تبدل انا وياه، قال لي يا ودي راه داك السيد راه البارح راه كليا شنو كاين ما كاين هنا الطوموبيلات وداك الشيء. قال لي راه واحد السيد راه داك السيد البرنامج اللي راه دازو شي وحدين البارح راه تيراو فيه بثلاثه القرطاسات. قلت لي لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا اللي كان. وسيد الله يعمرها دار وبخير وعلى خير، زعما كان راجل طيب وداك الشيء، ما عمرنا شلنا منه شي حاجه العيب ولا شي حاجه.